الأصول لأحكام النون الساكنة والتنوين. للنون الساكنة أربع أحكام، النون الساكنة لها أربعة أحكام وهي الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. إن شاء الله اليوم سنتعرف على الحكم الأول. كما قلنا سابقا الحكم له علاقة بالأحرف الحلقية، لها علاقة بالأحرف الحلقية. الإظهار، ما معنى الإظهار؟ هنا نرى في التعريف الإظهار لغة. عندما أقول في التعريف لغة ما معنى لغة؟ أي في لغة العرب، في لغة العرب. لغة البيان والوضوح، لغة البيان والوضوح. ما معنى البيان والوضوح؟ مثلا أنا عندي هنا ورقة، عندي هنا ورقة مكتوب خلف الورقة حرف، هل هو ظاهر أمامكم؟ ظاهر أمامكم؟ ليس ظاهر، ليس ظاهر، بل هو مخفي. طيب أنا عندما أقلب الورقة هكذا أصبح واضحا، أصبح ظاهرا، أصبح بينا. إذن هذا معنى البيان والوضوح. إذن الإظهار في اللغة البيان والوضوح. اصطلاحا، طيب ما معنى اصطلاحا؟ اصطلاحا هو التعريف عند علماء التجويد، يعني علماء التجويد هم الذين وضعوا هذا التعريف. إذن لغة بمعنى في لغة العرب، واصطلاحا عند علماء التجويد. طيب ما تعرف الإظهار اصطلاحا؟ هو إخراج الحرف المظهر من مخرجه من غير غنة كاملة. إخراج الحرف المظهر من مخرجه من غير غنة كاملة. ما معنى هذا الكلام؟ إخراج الحرف المظهر يعني توضيح الحرف المظهر. ما هو الحرف المظهر هنا؟ الحرف المظهر هو النون الساكنة والتنوين. المقصود بالحرف المظهر هو النون الساكنة والتنوين من مخرجه، أي من مخرج النون من غير غنة كاملة. طبعا النون معروف أنها فيها غنة، لكن في حكم الإظهار نخرج هذه النون من غير غنة كاملة. الإظهار لها حروف ستة، الإظهار لها حروف ستة وهي كما نرى هنا في اللوحة: الهمزة، الهاء، العين، والحاء، والغين، والخاء. طبعا تعرفتم قبل قليل مع شيخة عن مخارج هذه الحروف الحلقية، وقد جمعت في أوائل البيت التالي. طبعا هذه الأحرف جمعها العلماء في بيت حتى يسهل حفظها وتذكرها. ما هو هذا البيت؟ أخي هاك علما حازه غير خاسر. أخي هاك علما حازه غير خاسر. طبعا ليس كل البيت كما قلنا هنا أوائل. ما معنى أوائل؟ يعني أوائل الكلمات، أوائل الكلمات. طيب تعرفنا على معنى الإظهار، تعرفنا على حروفه، نأتي الآن إلى مسماه. ماذا نسمي هذا الإظهار؟ نسميه الإظهار الحلقي. الإظهار الحلقي لماذا؟ لأن هذه الحروف تخرج من الحلق، تخرج من
تجريم خالدين فيها. طيب خالدين موجود نون، لكن النون هنا ليست ساكنة وإنما هي جنات. جنات النون هنا نون مشددة ليست ساكنة، إذا ليس لها حكم. لها حكم آخر يعني أقصد ليس لها، ليس حكم على الإضرار. جنات تجري خالدين فيها. طيب خالدين موجود نون، لكن النون هنا ليست ساكنة وإنما هي جنات. جنات النون هنا نون مشددة ليست ساكنة، إذا ليس لها حكم. لها حكم آخر يعني أقصد ليس لها، ليس حكم على الإضرار. جنات تجري خالدين فيها. طيب خالدين موجود نون، لكن النون هنا ليست ساكنة وإنما هي جنات. جنات النون هنا نون مشددة ليست ساكنة، إذا ليس لها حكم. لها حكم آخر يعني أقصد
من غير غنة كاملة. طبعا النون فيها غنة، لكن في حكم الإضرار نخرج هذه النون من غير غنة كاملة.